ولسه بنكمل مع حضراتكم حلقتنا النهارده في نهارك سعيد. ودلوقتي جه ميعادنا مع حديث الاربعاء، الفقره اللي بتبقى معانا دايما في اخر اليوم اللي بنتكلم فيها على اهم الاحداث اللي بتشغل الراي العام والناس خلال الايام اللي فاتت. طبعا مجلس الشعب كلنا بنتفرج عليه وكلنا بنتابعه عن قرب، وكلنا لما بتفوتنا حته بنشوفها تاني. على فكره جزء من الشباب مهتم لان دي تجربه اول مره نعيشها، وجزء من الناس اللي هي مش بالضروره بتشارك في السياسه عايزه تفهم وعايزه تحاول تتعلم. خلينا نتكلم عن الاحداث دي بشكل عام وعن جلسه امبارح اللي حصل فيها كلام كتير من ضيوفنا اللي بيشرفونا في الاستوديو. خليني ارحب بالسيدات. اولا بيشرفنا يكون معانا استاذه سناء السعيد وهي عضو مجلس الشعب. نهارك سعيد يا فندم. اهلا بيك. بيشرفنا يكون معانا كمان دكتور حازم عبد العظيم وهو عضو الجمعيه الوطنيه للتغيير. نهارك سعيد دكتور. استاذه سناء، انا هبتدي بجلسه امبارح على طول والحاجات العكس بعضها اللي كانت بتحصل. كان طبعا في ضابط الداخليه اللي اتهم او ناس قالت ان هو كان بيحرض الناس اللي حوالين مجلس الشعب انها تدخل تقتحم مجلس الشعب، والهجوم الشديد والشرس اللي حصل على وزير الداخليه من داخل مجلس الشعب، وبعدين الصوره الجماعيه اللي بنضحك فيها كلنا مع وزير الداخليه. تعليق حضرتك ايه على الصوره؟ كله على بعضه يضحك يعني للاسف الشديد، لان اللي حصل ده مؤسف بكل المقاييس. لاني لما تيجي تشوفي القضيه وتيجي تتعاملي في الاخر مع اللي حصل فيها، فانت النهارده يبقى مفيش حاجه، كاني مفيش حاجه يعني. انت ختمتي وقلتي في الاخر احنا بنضحك وبنتصور مع وزير الداخليه، رغم أهمية الحدث وقوة الحدث. ويمكن احنا ده بيفكرنا باللي حصل في أحداث بورسعيد والهجمة الشرسة اللي كانت على الداخلية وسحب الثقة والمهرجان اللي حصل في المجلس والتوقعات من النواب الأغلبية، وللأسف النتيجة وصلت للآخر على ما فيش حاجة. اللي حصل امبارح موضوع ما يستهنش بيه، لأن موضوع كبير المفروض يعني يتحقق فيه. المفروض كان في امبارح شباب اللي هم مسكوا الضابط وتعرفوا عليه وقالوا ان هو فعلا ضابط في الشرطة تابع لجهاز الأمن الدولة السابق اللي حاليا دلوقتي أمن الأمن الوطني. لما تيجي تشوفي الهجمة من النواب عليه، كلنا طبعا يحزننا ما حدث. يعني كون النهاردة ان ضابط يحرض المتظاهرين على انهم يدخلوا مجلس الشعب ويولعوا فيه او يعملوا كذا او كذا، ده في حد ذاته حتى لو ما كانش ضابط دي مصيبة، فما بالك لو كان ده ضابط، فدي المصيبة اكبر. كون ان انت بقى وزير الداخلية اجاباته اللي كانت وكلام النواب وكل الضيق اللي احنا كنا فيه من الموقف، تعالي شوفي بقى اتعاملنا ازاي في النهاية مع الموقف، ايه النتيجة اللي احنا خدناها من ده؟ ولا حاجة. انا شايفة ان الموضوع على حاجة، خصوصا ان هو بيقولك في حد صور، في مستندات اكيدة على الواقعة، في الشباب اللي هم مسكوا الضابط كانوا موجودين وهيقولوا كلامهم في لجنة الامن القومي. كل ده لما يكون قدام وزير الداخلية وده يحصل ويكون غير مبرر واحنا مش فاهمينه، فانت النهارده مين اللي بيأمن مجلس الشعب؟ الشرطه. فكون ان الشرطه بتحرض المتظاهرين دي المصيبه الاكبر. فانت بكل المقاييس امام الثوره المضاده بكل ما تعنيه الكلمه من معنى، كون بقى ان هي يكون في حد منها في الشرطه، يكون حد في الشارع، يكون النظام السابق، كل المنظومه دي على بعضها، انا شايفه ان الوضع يعني مقلق ومش هين ومش بسيط. وكنا احنا كنواب البرلمان اللي بنراقب الحكومه بنشرع القوانين، يكون ده يعني رد فعل الجهات التنفيذيه، فانا اعتقد ان دي حاجه مش مرضيه بالمره. طيب انا عايز اروح لدكتور، انا بس عايز افهم دلوقتي هم اصلا، انا برضه مش فاهم، كان استاذ سناء ترد عليها بس، يعني هم ليه يروح لجنه الامن في المجلس؟ ليه ما يترفعش قضيه ضده يعني ليه ما يبقاش في تهمه وكده للضابط ده بعيدا عن مجلس الشعب دلوقتي؟ بص حضرتك، هو يعني عموما مجلس الشعب يعني كرتوني الى حد كبير، كويس عموما يعني انه ما احترمنا وسعادتنا بأستاذة سناء بصراحه، لانها من الصبح عماله تقول اراء بتبهرني. هي سيده يعني انا احترام شديد ليها وراء الحقيقه جدا، وهي بتتكلم بمنتهى الوضوح على اداء مجلس الشعب حتى وهي عضو مجلس الشعب. لكن ما فيش دستور طبعا واضح ان مجلس الشعب بيمارس صلاحياته او الياته من خلاله. يعني دلوقتي موضوع وزير الداخليه في اكثر من مره كان في كلام سحب الثقه، وبعدين ما قالوا محاكمه الوزراء، لا القانون مش جاهز، وبعدين سحب الثقه من الحكومه كلها، وبعدين سحب الثقه من الحكومه. ما فيش اليات اصلا. حضرتك في دستور 71 كان في مواد من 125 ل 127 واضحه جدا يعني ايه اليات سحب الثقه. بيتقدم 10 نواب وبعد كده لو في تلتين وافقوا عليه ممكن يسحبوا الثقه من الوزير. عشان يسحب الثقه من رئيس الحكومه بيبعت لرئيس الجمهوريه بيرد عليه خلال 15، في اليات محدده. الكلام ده كله سقط في دستور 71.
وطبعا اللي هو ممدوح شاهين الناس دي عارفه الكلام ده يعني. فهو الموضوع كله يعني ضحك على الدقون كويس، لان كان المفروض قوي يتعمل بأسلوب محترم بناء عليه يتم وجود مؤسسات طبعا. نيجي بقى لموضوع وزير الداخليه. هو في كذا حاجه. اولا وزير الداخليه دايما واخد خط دفاعي، عمال يدافع عن الوزاره بتاعته. يا سيدي الفاضل، انت مسؤول عن امن دوله، امن الدوله كلها، فما يبقاش امن الوطن كله، ما يبقاش ما هي امن الدوله اصلها مرتبطه بالاسم، فما يبقاش كل ما تتعرض لاستجواب او في سؤال في مجلس الشعب تاخد خط دفاعي بالطريقه دي. الحاجه الثانيه، بس هي ايه المشكله لما نلاقي حد وزير او مسؤول يعني تقول فعلا عندنا خطا هنا واحنا هنصلحه وهنعاقب الناس وكدا. ومهم جدا كمان يعني يفرق بين التقصير والتحريض. التقصير يعني ضابط زوغ بيشرب شاي، لكن لا، انت بتتكلم على الراجل كان بيحرر. نمره واحد. نمره اثنين، امن الدوله ليه سوابق كثيره قبل الثوره، احنا ناسينهم ولا ايه؟ الثوره اصلا 25 يناير قامت نتيجه الغل من نظام حبيب العدلي، ما كانتش اسقاط النظام على فكره زي ما احنا عارفين. فاذا النظام ده نظام قمعي وفاسد. ما ينفعش انت كوزير داخليه تيجي تقول ايه؟ انا ارفض كلمه التطهير. هنا المشكله. زي ما هو واللواء العسوي ومحمود وجدي رفضوا كلمه التطهير، ويبدو انه بدعم المجلس العسكري. ما ينفعش. هي كلمة نازية وكلمة معرفش ايه. ما ينفعش حضرتك، ده نظام قمعي فاسد كان بيحافظ على امن مبارك يعني بصرف النظر عن ان هو يمحو الشعب كله. احنا عاصرناه. فبالعكس كان المفروض يجي وزير الداخلية يقول انا هطهر جهاز الداخلية. فدي اكبر اول غلطة وقع فيها. الحاجة التانية بقى، ال 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 اهم من الشخص اللي عمل كده، مين اللي وراه؟ على فكره كلمه مين اللي وراه دي احنا بقالنا من اول الثوره لغايه دلوقتي مش عارفينها. ايام الثوره في طرف ثالث وايادي خفيه وصوابع شقيه. ايام السفاره الاسرائيليه قال لك في جماعه برضو من النظام السابق، وبرضو في بورسعيد في كلام عن النظام السابق، ده كله وهم. سؤال مهم جدا، ايام محمد محمود ايام العسوي لما كان في ضرب محمد محمود واحد فيرجن 1، ايام ما كان من اليوم مسؤول قال انا ملياش دعوه بالداخليه ابتداء من يوم الاحد، وحصل ضرب ثلاث ايام ورا بعض، مين كان مسؤول عن الداخليه في الثلاث ايام دول؟ معرفش. اكيد حد في المجلس العسكري. ما هو اصلي يعني معلش ومعلش يعني انا مش بتجنى عليهم قوي، لكن هم معاهم كل السلطه في البلد. تمام. لو عايزين يكونترول الداخليه ويشوفوا مين اللي بيضرب، وايام موضوع محمد محمود الاثنين لما كان في ضرب مع ست محاولات مهدنه هدنه بيقدروا. اصلا كلمه هدنه دي كلمه بصراحه لا تليق برضه في حاجات حضرتك اصلا، بس يعني هو في حد في عصابه بصراحه، في عصابه بتدير البلد دلوقتي وبتلعب. ويبدو ان الوزير ده اخير حاجه اخيره ان هو يبدو انه خايف او مش قادر يتكلم اصلا، مش عارف في علامات استفهام مش فاهمين. بس استاذ سناء قبل ما انتقل لحاجه ثانيه بس سريعا كده، والناس بتطالب بسحب الثقه اذا كان من وزير الداخليه او المجلس كله، هل ناس جوه مجلس الشعب من حضرتك يعني عضو مجلس الشعب انتوا عارفين ان انتوا ما عندكوش الصلاحيات دي؟ يعني هل ده شو؟ هل ده جزء من الصوره الفوتوغرافيه ولا خليني اقول لك، احنا بموجب الاعلان الدستوري كل ما هو مرتبط بالحكومه هو في يد المجلس العسكري، خلينا نعترف بده. يعني انتوا عارفين لكن ده؟ لكن قله عارفه ده، لكن الاغلبيه من ناس كتير مش عارفه ده. بمعنى ان اللي حصل اول يوم الحد اللي فات في الجلسه ان اتخذ تصويت على سحب الثقه من الحكومه. تمام تمام. كل النواب رفعوا ايديهم لسحب الثقه من الحكومه. قولي لي بقى كانت ايه النتيجه؟ ولا حاجة. هو الاجراء ده خطا اساسا، لان احنا لا نملك هذه الخطوه الا هذه الخطوه بيد المجلس العسكري. احنا بقى كمجلس شعب صلاحياتنا فين؟ صلاحياتنا ان احنا نناقش استجواب، وبناء على هذا الاستجواب علينا سحب الثقه من الحكومه. طيب. دي الخطوه الطبيعيه لينا كنواب البرلمان. وتقدروا بعد الاستجواب تسحبوا الثقه فعلا؟ بعد مناقشه الاستجواب علينا ان احنا نسحب الثقه، دي صلاحياتنا. لكن نسحب الثقه بالتصويت زي ما حصل يوم الاحد اللي فات ده مش من صلاحياتنا، لان دي كون ان اقاله الحكومه او سحب الثقه من الحكومه دي في يد المجلس العسكري. طيب. احنا كنواب بقى دي الياتنا تاني بموجب الاعلان الدستوري وصلاحياتنا في مناقشه الاستجواب وسحب الثقه. طب حضرتك قدمتي استجواب بتتهمي فيه الحكومه ان هي السبب في تدني نسبه تمثيل المراه داخل مجلس الشعب. ده صحيح. ايه علاقه الحكومه من وجهه نظرك في انه المراه عدد واحنا بنتكلم على ان الانتخابات دي، بس عشان ناكد ان احنا بنتكلم ان دي اكتر انتخابات نزيهه بعيد عنها بتمثل تمثيل حقيقي لاراده الشعب او لا، بس فعليا اكبر عدد مشاركه يعني عدديا في انتخابات زي انتخابات مجلس الشعب. هقول لك انت بموجب الدستور، لو احنا جبنا دستور 23 لحد دلوقتي او الدستور اتعمل لحد اخر دستور ده اللي اسقط واتعمل الاعلان الدستوري، دي كانت المصيبه الكبرى لينا
وبعد ثورة 25 يناير المفروض كنا عملنا دستور جديد، لأن بعد الثورات المفروض يكون في دستور جديد يأتي من بعده مجلس الشعب، مجلس الشورى، لرئيس الجمهورية نبدأ. لكن اللي حصل ان احنا وقفنا في الطريق ومشينا في طريق غلط، ودي النتيجه اللي احنا فيه. امر الله بقى. بالنسبه لسؤالك، هو انت النهارده بموجب مواد الدستور اللي هو العقد الاجتماعي بيننا وبين بعض، ان الحكومه دورها ان هي توفر لك التعليم الجيد، الصح، الوظيفه بعد ما تتخرجي من الجامعه بتاعتك، الحياه الاجتماعيه المناسبه، كل الحاجات دي موجوده في الدستور المصري. النهارده انت لما تلاقي نص المجتمع المتمثل في المراه مهمش ومش مفعل، دي مسؤوليه مين؟ انا شايفه ان دي مسؤوليه الحكومه. مسؤوليه الحكومه الحاليه، ده تاريخ يعني. ما هو ده التاريخ، بس انت النهارده بتسالي مين؟ ما انت سواء الحكومه الحاليه هتساليها، سواء هي بقى مسؤوله عن اللي عدى، لكن انت مش هتجيبي الحكومه من على مدى تاريخ المراه تساليها، لا انت بتسالي الحكومه الحاليه اللي هي مفوضه دلوقتي بان هي الجهه التنفيذيه الموجوده، فانت بتساليها ليه تدني دور المراه في المجتمع؟ على المستوى بقى التعليمي والصحي والخدمي، وليه ما نرتقيش بالمراه بالمكانه اللي تليق بيها في المجتمع؟ هل حضرتك شايف ان ده مناسب دلوقتي مثلا بالمقارنه بانه اكتر وقت؟ انا شايفه ان ده مناسب، لان انا شايفه ان في هجمه شرسه على دور المراه في المجتمع والرجوع بالمراه للخلف. فده انسب وقت لتقديم الاستجواب. هرجع لحضرتك تاني في موضوع دور المراه، بس دكتور حازم اكيد حضرتك سامع الهجوم الشرس على المجلس القومي للامومه والطفوله، او الطفوله والامومه، مجلس القومي للمراه، المجلس القومي للمراه انا اسفه، والمطالبه بالغاء، والمجالس على فكره يعني في كلام دي البدايه، وعايزين يلغوا المجالس اللياقه بالمراه بشكل عام علشان هي دي اللي ادت لفساد الاسره وقوانين اللي اطلقوا عليها قوانين سوزان مبارك، وبالتالي احنا رايحين فين؟ انا يعني يمكن سمعت امبارح شويه بس مش متابع اللي حصل في لجنه حقوق الانسان فيما يتعلق بمجلس قومي للمراه، لكن هو المجلس القومي للمراه سابقا كان مجلس القومي بتاع سوزان مبارك. كويس، فكل التعيينات اللي فيه كانت، لكن لا انا مع وجود هذا المجلس بس بتفعيل دوره بطريقه اقوى بكتير جدا يعني. وزي ما حضرتك بتقولي المراه نص المجتمع، ولازم دورها مش بس نص المجتمع، المجتمع كله. حضرتك كمان في المظاهرات من اول الثوره لغايه دلوقتي في معظم الاحيان اذا ما كانش النص اكتر من نص فتيات وسيدات. يعني حتى الطاقه الثوريه والطاقه الجدعه يعني. الجدعه الجدعه حقيقي، لا انا شفت حاجات مبهره بصراحه. فلازم طبعا دور المراه يبقى في الفتره الجايه مفعل عن كده بكتير. طبعا تركيبه مجلس الشعب دلوقتي تركيبه بتنظر للمراه نظره مختلفه، الحزب الحريه والعداله وحزب النور ليهم نظرات خاصه للمراه لابد تتعدل وهتتعدل مش بمزاجهم، يعني التيار الرئيسي في مصر مختلف عن هم بيفكروا ازاي. اللجنه التاسيسيه بقى اللي هي اللي عملت يمكن دي تكون فرصه كويسه، لانه مجلس الشعب صعب ان الواحد يحط كوت، انا مش مع الكوت الحقيقه، كوت المراه انا يمكن ايام قبل كده انا مش مع اي تمييز خاص بمجلس الشعب. حتى طبعا مع 50% عمال الفلاحين ده كلام فارغ، ما فرضوه علينا المره دي برضه كان ظروف معينه اتفرض علينا، ده كان ايام عبد الناصر انتهت. يعني هم حتى كان مفروض يعني ان الاستفتاء يتم على الاعلان الدستوري كاملا مش على التعديلات بس، ومحدش دلوقتي عنده اجابه على السؤال ده المجلس العسكري انتوا ليه عملتوا كده؟ مفيش، لان يعني هم قاصدين حاجات معينه. نرجع لموضوع الجمعيه التاسيسيه لا انا عامله كام جمعيه تاسيسيه، عايز ارجع للمراه بس المجلس القومي للمراه والمجالس الخاصه بالمراه بشكل عام اللي فيه اتجاه كده انه يتم يعني غلقها، وانه القوانين اللي تم وصمها بانها قوانين سوزان مبارك معناها قوانين في صالح الاسره بشكل كبير يعني معظمها. خليني اجاوبك على الجزئيه الاولى الخاصه ب ما فيش حاجه اسمها غلق المجلس القومي للمراه، لان الحاجات دي بتبقى يعني هو انشئ سنه 2000 بموجب اتفاقيات، الاتفاقيات دي انت النهارده ما تقدريش تلغيها. هم عايزين يلغوا برضه الاتفاقيات زي اتفاقيه السداو مثلا. لا ده طرق امبارح وحاجه تضحك، يعني انا شايفه ان دي حاجات تضحك، يعني انت بتلغي اتفاقيات انت فعاليها، فعالي دور الاقليات عندك في مجتمعك، دور المراه، دور ما تخليش في حاجه في المجتمع ضدها تمييز، وبعدين نتكلم على الغاء الاتفاقيات. اولا لحد ما حدش يملك الغاء الاتفاقيات بدليل ان اعيد انشاء المجلس القومي لسه قريب اهو في شهر اخر شهر 2. فانا شايفه ان الهجمه الشرسه على المجلس القومي ما فيش حاجه اسمها قوانين سوزان مبارك، انا شايفه ان القوانين دي هي في صالح المراه وحاجه مش وليده، يعني انت اجتهادات ستات على مدى سنوات طويله خرجت بيها. يعني انت النهارده عندك قوانين الميراث، تمام؟ القوانين الميراث دي موجوده فعلا بس مش مفعله، انا من اسيوط
وانا شايفه ان قوانين الميراث مش مفعله. دي من العرف هنا. فاحنا ايوه بالظبط. فانت النهارده احنا نطالب بتفعيل، رغم ان الميراث ده قوانين موجوده، الدين منحنا ده، الشرع ادانا ان احنا ناخد ميراثنا. قضايا كثيره وكثيره دي من قبل ديننا الاسلامي. فانا شايفه ان التطبيق والصوت العالي اللي عمال يطلع والغاء والمجلس القومي، انا شايفه ان دي هجمه غير مبرره، الا انها ليها توجهات مختلفه تماما احنا كشعب مصر لا نقبلها ولا نرتضي عنها. ده ليه؟ لاني انا شايفه ان المراه اذا تراجع دور المراه في المجتمع، مفيش اي مجتمع ينمو وتطور ودور المراه مهمش فيه. انا شايفه ان دور المراه حقيقي وحيوي ولابد ان هو يتطور. اللي حصل في الانتخابات الاخيره للاسف الشديد كان حاجه مخزيه لدور المراه في المجتمع، رغم ان هي انا شايفه ان هي كانت شريك قوي في ثوره 5 وصنيع قوي لثوره 25 يناير، كان تواجدها في الميدان دورها كان قوي. في الانتخابات البرلمانيه نسبه مشاركه السيدات اكبر من مشاركه الرجال، وكان استخدامهم كصوت مش كمرشحه. ايوه بالظبط. يمكن انا امبارح كان في مناقشه ان المراه هي اللي نجحتنا وجابتنا في البرلمان، فاحنا ليه دلوقتي احنا بنجور على حقوقها؟ ليه احنا دلوقتي بنقول ان المراه دورها كذا ودورها كذا؟ صوت خبيث كده من اللي بيتفرجوا على المجلس دلوقتي في الجلسات العامه، يعني بيقول لك هو حتى الخمسه سته اللي عندنا ما حدش سامع لهم حس، يعني ما لهم يعني لو كانوا اكتر من كده كان عملوا. نسيب الرجاله بقى تتصرف. لا دي وجهه نظر خبيثه فعلا وبتتقال لا ما حكي عدد الصوم قليل، يعني نسبه العدد السيدات لعدد الرجال، فلما يتوزع الكلمات اكيد هيبقى العدد اقل. بالظبط. بس انا عايز اقول لك على حاجه على فكره، بمناسبه العدد انا بقيسها ازاي؟ قد يكون نسبة الرجال أكبر، لكن ده أنا على فكرة في أنا بتكلم على فكرة في العموم. وده دي حاجة مبدأ عندي من أيام العدد الكبير في الحزب الوطني. أنا بقول لهم العدد في الليمون، يعني الحدوتة مش بالعدد. أنا شايفة أن قد تكون سيدة قوية جدا بمجلس كامل، يعني أنا شايفة أن الحدوتة مش عدد، لأن ليك رأي، الرأي بتاعك ده سكته ماشية إزاي. أنا شايفة أن الست دورها بيبان هنا بغض النظر عن نوعها بقى إيه. طب ما كتير بيتكلموا، لكن النهارده قيس الكلمات. لسه عايزه اتكلم عن لجنه تاسيسيه لجنه صياغه الدستور، بس هاجلها كمان دقيقه لما اعرف رد فعلكم او رايكم على المسيرات اللي كانت موجوده امبارح، او المسيره اللي كانت موجوده امبارح بعد الحكم ببراءه الضابط المتهم في قضيه كشف العذريه لسميره ابراهيم. فدكتور حازم اعرف تعليق حضرتك. بس خلاص كده اتفضلي، يعني فكري تنهيده دي يعني مش عارف اقول ايه. يعني اقصد في ايه شيء يعني مزري ومؤسف اكتر من كده بيحصل؟ يعني اولا كشف العذريه حصل، عموما حصل، وقال قبل كده اللواء السيسي وقال حد اخر مش فاكر مين في تصريحات قبل كده، قال لك احنا هنعمل كده عشان نحمي نفسنا لو حد اتبلى علينا او حاجه زي كده. يعني اذا ده بيحدث، انا تعرضت لحاجه شخصيه، لان كان في واحد صديق شخصي ايام 9 مارس او في مارس تحديدا، كنتش عارف موضوع كشف العذريه خالص، قال لي راجل مرموق، يعني قال لي ان قريبته ونشطة حقوقية حصل مع الموضوع ده، كان أول مرة أسمع كشف العذرية ده. طبعًا أيام إحنا كنا عايشين في دور الجيش والشعب إيد واحدة، وفي نفس الوقت مش مصدقين قوي إن الجيش، يعني أكيد مثلًا ده ضابط مش واخد باله ولا حاجة، التبس عليه الأمر كويس. فأنا حصل لي المعلومة دي جات لي من بدري جدًا. لما شفنا تتابع الأحداث وفي أكتر من واحدة بلغت، لا هو في كشف عذرية. الشيء بقى المؤسف هو كذب المجلس العسكري بالطريقة دي. ما كذبين على طول، يعني عيب يا أخي، عيب. عيب عليكم بجد. يعني انت لو حصل ده لبنتك هتعمل ايه؟ فطبعا الراجل بتاع القضاء العسكري لعبه بحته انه اتلخبطوا في اسم السجانه عبير وعزب، حاجه كده يعني. فالموضوع طبعا مكمل، واحنا متضامنين طبعا مع سميره وكل زميلاتها. انا مش قادر اقول كلام اكتر من كده على الهوا لاني هغلط. طيب استاذه سناء تعليق حضرتك. أنا تعليقي، أنا شايفة أن ده ممكن يكون مردود لخروج المرأة في الثورة، خروجها في المجتمع، فده إنذار، ده رد الفعل لو أنت خرجت من البيت. ودي يمكن من ضمن الهجمات الشرسة الموجودة على المرأة،
يمكن في اقاويل كتير بتتقال في الفتره اللي فاتت، طب انت ترضي بنتك تلبس بادي وتنزل مش عارف فين، طب انت مش عارف ايه، طب البنت زي الفتاه اللي اتسحلت يعني. زي الفتاه اللي اتسحلت في قدام المجلس، فيعني من في الايام اللي فاتت فانت ايوه، فدي دي دي كانت من ضمن برضو الانذارات للمراه، ده مصيرك لو انت خرجتي وشاركتي في مجتمعك. وانا شايفه ان دي هجمه شرسه، فاحنا مستمرين في القضيه وربنا يسهل يعني. هو الكلمه الاخيره بس، هو فعلا كسر اراده يعني الثوار خصوصا في النساء، زي ما حصل في حدث مجلس الوزراء. هم في حاجه معينه يعني تعليمات يبدو من الشؤون المعنويه لكسر مناخير او كسر اراده السيدات، ده صحيح، عشان ما حدش تاني يفكر ينزل. صحيح. عارف كمان يا دكتور، هو ده مش بس بيكسر البنت، بيكسر كمان البنت واخوها وابوها يعني في على فكره الاسره والمجتمع، والمجتمع على فكره والمجتمع يعني كمان مش البنت وعيلتها، لا والمجتمع. بص انت النهارده انت عرضك اهو. ايوه بالظبط، انت النهارده لما تعملي ده ضد المراه في المجتمع المصري، فانت عايزه ايه؟ عايزه ايه من المراه انت بعد كده؟ عايزاها تقعد في البيت وما تخرجش؟ طب ما بيضايقكيش يعني كعضو مجلس شعب وامراه، ما بتحسيش انك لازم يبقى ليكي دور لما تلاقي ناس وايه اللي نزلها اكتر؟ ايه اصلا؟ وهي ايه اللي ملبسها كده؟ الجمل دي يعني انا عايز اعرف. هي 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 حاجه تحزن ان دي الحاجات دي تتقال، بس انا هو النهارده مين اللي بيقول الحاجات دي؟ ما هو اللي عمل كده. لا هو العامه للاسف الشديد هو قدر يوصل ده عند بعض العامه. هو مين؟ لا ما انت في اعلام موجه، فانت مين اللي بيقول كده؟ فانت ما هي منظومه متكامله لتدني دور المراه في المجتمع. يا فندم اعلام عكاشه، معلش بنتكلم على الهواء، مستر عكاشه، القناه المفضله للمجلس العسكري كان في مستند طلع فعلا وانا نشرته كويس، ويردوا انا جاي المستند فعلا ان هم يشوفوا قناه الفرعين، القناه وطنيه مخلصه، فلما يشوفوا الجنود لما يشوفوا قناه الفرعين وبعد كده يطلع على المتظاهرات هيصدق كلام عكاشه. وما كذبوش الكلام ده على فكره، يعني اللي هو سمعناه ما حدش كذب الكلام ده، واكثر من مصدر من اكثر من جهه الكلام ده حصل فعلا. قناه الفرعين كانت قناه معتمده لضباط وجنود، شوف المسخره يعني. ايه ده يعني حتى ما طلعناش احنا التلفزيون الرسمي؟ احنا ده التلفزيون الدولي. لا لا احنا المفروض نبقى احنا. لا لا طيب البركه فيكم. بالظبط. طيب خلوني اتكلم على لجنه صياغه الدستور، واحنا مش عارفين بقى احنا رايحين فين دلوقتي يا استاذه سناء. مش عارفين احنا المفروض الجلسه يوم 24، جلسه مجلسي الشعب والشورى مع بعض يوم 24 لتحديد الاسامي النهائيه. صحيح. ما بين بقى عمالين نسمع كلام انه دي هتبقى من 40% ل60% ل70% من داخل مجلس الشعب، وناس بتقول لا هيبقى الاغلبيه من بره ومجلس الشعب معظمه عايزها من جوه، احنا نروح فين؟ ده بصي ده انا ليا راي، انا ليا راي في اللجنه دي. انا شايفه ان مجلس الشعب، انا شايفه ان هو مش الجهه المفوضه من داخل المجلس لعمل الدستور المصري. انا شايفه ان اللي يعمل الدستور المصري ناس متخصصه، ناس فقهاء دستوريين، فقهاء في القانون، ويكونوا ممثلين لجميع فئات وطبقات الشعب. لعلمك احنا هيكون في ثغره ان احنا البرلمان اللي هنراقب القانون وتنفيذه وهنشرع القوانين ونراقب الحكومه على تنفيذها، ان احنا اللي بنضع القوانين. انا شايفه ان دي في 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 خلل في النص، في خلل في النص، في خلل في النص. انا شايفه ان ناس متخصصه تكون ممثلة لجميع فئات وطبقات الشعب المصري، ويكون ناس مؤهلة فعلا، واحنا علينا ان احنا نراقب ده، واحنا علينا ان احنا نفعل ده، واحنا علينا ان احنا نشوف دستورنا وقوانيننا مطبقة ومفعلة ولا لا. لكن انا النهاردة هعمل قوانين على مزاج. صحيح. طب قولي لي لا هو بكرة اللي بكرة 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 يتحل بعد الدستور الجديد. اسمعيني طيب، ما هو ده وارد. بكرة بكرة انا همشي. يجي بقى اللي بعد يعمل دستور تاني على مزاجه. كل اسبوع بعده هيمشي، يجي بعده يعمل الدستور على مزاجه. هل الدستور المفروض الدستور ده عقد اجتماعي لسنوات وسنوات طويله، وهو اللي بيحكم الشعوب. فانا النهارده انا مش شايفه ان مجلس الشعب اساسا، انا معترضه بينه وبينك. انا شايفه اني المفروض ناس متخصصة فقهاء قانونيين هم اللي بيعملوا الدستور المصري، ويكون بقى في نقابيين وفي تمثيل عن المرأة، عن الأقباط، عن الصيادلة، عن القوات المسلحة، عن الداخلية، عن كل زاوية الاحتياجات، كل زاوية الاحتياجات بالظبط، كل النقابات المهنية، كل الناس تبقى ممثلة داخل المية اللي هيعملوا الدستور المصري. لكن بالشكل اللي احنا بنحكي فيه 30 و40 و50 و60 انا لا ارحب. دكتور حازم تمام، طبعا يجب فصل تماما بين صياغه الدستور المفروض انه هو هيقعد فتره طويله، عن مجموعه نواب
ليهم مصالح شخصيه، وده شيء طبيعي، احنا بشر يعني. كويس، دي نقطه، دي نقطه اساسيه. الماده 60 بتقول ايه؟ بتقول ينتخب اعضاء المنتخبين مجلس الشعب، ينتخبوا الجمعيه التاسيسيه، ما قالش يختاروا. انتخاب يعني في ناخب وفي مرشح وفي حد بنتخبه. بس دي معناها ان ممكن ينتخبوا من وسطهم. ما هو لا، بص اللعبه بالكلام ده مش هيدينا. كانوا تبقى يختاروا وماله، لا ممكن ينتخبوا من وسطهم يعني، اللي شايف نفسه يبقى في لجنه المية يرشح وهم ينتخبوا ينتخبوه. بصي حضرتك، مش طبيعي ان تكون اللفظ ينتخب، ما حدش بينتخب نفسه، ممكن حد يبقى مرشح وينتخب نفسه. الوضع المنطقي عشان كده المفروض لجنه التعديلات الدستوريه، المستشار طارق البشري اللي هو دايما بيحط حاجات وبعدين نقعد نساله والنبي فهمنا، والنبي ما هو الراجل هو بيحط حاجات دي مع اللجنه. ما هو اللي مشينا في السكه اللي احنا ماشيين فيها، هو مشينا الراجل ده، هو اللي مشينا في السكه اللي احنا ماشيين فيها دي، التاريخ سوف يسجل له هذه الواقعه يعني. ماشي، كل الاحترام ليه، بس هو المفروض يطلع يقول لنا انت كان في مخك ايه سيادتك وانت بتحط كلمه ينتخب دي؟ هل انت كنت شايف الصح زي ما احنا شايفين انا والدكتوره ان هذه اللجنه تكون لجنه ما لهاش اي علاقه باعضاء البرلمان؟ اكتر من ولا مثال، ولا باي حاجه المفروض. اكتر من مثال، اولا في احكام انتقاليه هتحدد مجلس الشعب ده هيقعد ولا لا. فانا يعني 60% هبقى 60% مثلا من اللجنه دي وهقول ان ما فيش احكام انها تخليني اقعد، دي نمره واحد. نمره اثنين، انا عضو جاي 50% عماله فلاحين، اكيد مش هلغي النسبه. هلغيها يعني؟ انت العنصر البشري والمصالح الشخصيه المفروض انت كمشرع تحط خط لصالح البلد، ولا انت بتعمل التعديلات لصالح التيار الاسلامي؟ طبعا انا ببرأ بنفسي عن ان انا اقول الكلام ده على المستشار البشري مهما كان في احترام، بس في نفس الوقت يا سياده المستشار والنبي اطلع قول لنا انت كان قصدك ايه؟ لان الوضع الطبيعي والمنطقي زي ما الدكتوره بتقول، زي ما حضرتك بتقولي، انه ال 100 دول المفروض ان هم يبقوا الكريمه بتاعت مصر متوزعين بطريقه ذكيه جدا على جميع قطاعات الدوله، بين الاقباط والمراه والمعاقين والمهنيين ويتعمل بطريقه محترمه جدا، ولكل كاتيجوري يبقى في مثلا 5 يختار منهم واحد او 3 يختار منهم واحد، وتمام بطريقه شفافه. ده المفروض دور مجلس الشعب يعمله، لانه طبعا انت مجلس الشعب بالعكس انت المفروض تجر الخط. يوم بتعين الجمعيه التاسيسيه دي انت مالكش علاقه بيها خالص. صحيح. مش المفروض حتى يكون في اتصال. الجمعيه دي بتعمل الدستور ثم يطرح الاستفتاء. ده انت المفروض تحط زي ما بيقولوا سكينه بينك وبين اي تضارب مصالح او اي علاقات مع الجمعيه التاسيسيه دي اصلا. احنا لسه مش فاهمين كمان ده بعد ما اللجنه تعمل احنا هيستفتونا على ماده ماده ولا احنا هيستفتونا عليه كله؟ على الدستور كامل، على كله، على بعضه. طب ولو حد عنده جزء معترض عليه، ولا هو يطرح الاول للنقاش المجتمعي؟ في النهايه الاغلبيه او لا. ما هو كده او لا، مفهوم. طيب هنتقل لاخر نقطه هنتكلم فيها وهي الانتخابات الرئاسيه. اتفتح الباب من 4 ايام، الناس بدات تسحب استماراتها، في 300 وشويه شخص يمكن وصلوا لغايه دلوقتي، مش عارفين هيوصلوا لفين، وان كان طبعا متوقعين مش ده العدد اللي هندخل نسوي يعني ننتخب ما بينه يعني. بس كمان اللي مقلق جدا لناس كتير اذا كان على مستوى المواطنين او على مستوى المحتملين للرئاسه، المرشحين المحتملين للرئاسه، انه ممنوع حظر الدعايه الاعلانيه، الدعايه الانتخابيه انا اسفه، لغايه يوم 30 ابريل. وده معناه ان احنا عندنا اسبوعين ثلاثه بس نعرف مين المرشحين بتوعنا. فده مخليني على مستوى انا كمواطن مش عارف اعمل واجب اللي عليا، مش عارف. هو انت دلوقتي الاعلام يوم بيوم بيجيب لك المرشحين للرئاسه، يعني احنا بنشوفهم دلوقتي كتير. يعني كل واحد ما يدخل يسحب الاستماره بنشوفه يعني بيقول كلامه، في منهم من قبل ما يسحبوا الاستماره شايفينهم. لكن خلينا نقول ان هم مهما كان عددهم كبير ففي النهايه هيصفصفوا على عدد صغير، لان الشروط المحطوطه صعبه، مش اي مرشح يقدر يجيبها، سواء 30 الف ناخب على مستوى الجمهوريه من 15 محافظه او 30 عضو مجلس الشعب، سواء دي او دي صعبه يعني. فانا شايفه في الاخر خالص قليل منهم اللي هيقدر يجيب النسب دي، وهنقدر نعرف برامجهم. بس خلينا نتفق ان برضو الحاجات الخاصه بانتخابات رئيس الجمهوريه برضو فيها خلل كتير، بدايه من عدم اعطاء الحق في الطعن، طريقه الانتخاب اللي حضرتك بتقوليه ده، فتره الدعايه غير كافيه، كله على بعضه غير مبشر. وانا شايفه برضو ان كون ان يجي رئيس جمهوريه قبل عمل الدستور المصري، ما دي اشكاليه اخرى، واشكاليه ان مجلس الشعب مطعون عليه برضو دي اشكاليه اخرى. فانت النهارده قدام تسلسل من الحاجات الغير شرعيه، برلمان، دستور، رئيس، فاحنا ماشيين بقولك في سكه ربنا يخرجنا منها على خير يعني. طب وده برضو بنفس السياق يعني، دلوقتي انا فعلا مش احنا مش عارفين الرئيس هو الشخص اللي تقدم على وظيفه الرئيس
او الاشخاص 300 شخص دول اللي تقدموا على هذه الوظيفه، هم شايفين اشتغلوا ايه؟ انت اشتغلي ايه فاكره؟ والله مش عارفين اشتغلوا ايه فعلا. انت اشتغلي ايه؟ طبعا هو اشكاليه الدستور لغايه دلوقتي لم تحسم. هي بقى لها مده لم تحسم، لدرجه ان فتره من الفترات قالوا ان هم هيعملوا الدستور قبل الرئاسه، اجتماع سامي عنان مع القوى السياسيه واحزاب، قالوا الدستور بعدين الرئاسه، وبعدين رجعوا تاني قالوا الرئاسه بالدستور، ولغايه دلوقتي هم بيفكروا. طبعا احنا شعب، حيا الله شعب زي ما بيقولوا، احنا مالناش دعوه، هم بس بيفكروا بعدين يقولوا لنا في الاخر. لان كان في كلام قريب ان هيتعمل دستور ويستفتى عليه والرئيس الجديد هيحلف بالدستور الجديد، كان في خبر من حوالي اسبوعين. ده الكلام ما دعك، لان ده الماده 189 اللي هي اتلعب فيها باي ذا واي. لان كان المفروض يقعد رئيس الجمهوريه بالظبط. أيوة. تحولت بعد كده في المجلس غيرها كده في السكه. فبالنسبه للانتخابات الرئاسيه طبعا الموضوع قصر المده بتاعت الدعايه دي لغايه 30 ابريل ان هو يمنحها، انا مش فاهمها بصراحه. يعني ايه مش فاهم؟ يعني قول ايه؟ وقالوا المفروض في محاكمات وفي ملاحقات قضائيه لو حد كسر ده، وفعلا كلهم كاسرين ده. ما انا ده عايز اعرف كله هيكسروا. هل ممكن معنى كده ان كلهم يتمنعوا من دخول الانتخابات اصلا بعد لا من غير رئيس جمهوريه؟ بص حضرتك احنا لا محتمل، احنا في مسخره. انت لما تحطي قانون عشان تخالفيه ده بيهدم مبدا العداله اساسه، من اساسه. ما تحطش القانون الا اذا كان هيتنفذ، وده رئيس المحكمه الدستوريه العليا. هو في ايه بس؟ يعني الحاجه الثانيه طبعا الماده 28 بتاعه عدم الطعن. يعني انا لو شفت وقع التصوير وصورتها ومسكت الراجل كده جبته معايا مش من حقك تعمل كويس، وقال لي انا بيه مزور مش من حقك تروح ده. طبعا الماده دي كانت موجوده في الماده 67، الماده 76 اقصد في الدستور 71، وتاخدها زي ما هي. موضوع مجلس الشعب طبعا ان هو نفس الوقت، بس عشان موضوع الطعن ده انا برضو انا هتكلم هنا كمواطن يعني. فالناس بتقول طب ما هو طبعا بقى، ما هو لو جينا في الانتخابات الرئاسيه كل شويه حد يطعن ونعمل انتخابات ونعمل نطعن ونعمل انتخابات، عمرنا ما هنخلص من الانتخابات. مفيش اي حاجه، لان احنا عندنا اكم ناس هوايه الطعن ده وهوايه الورق والمستندات والسيديهات اصل انت اتفضلي. انا عايز اقول لك الجزئيه دي ايه. اصل انت النهارده لما يبقى عندك مواد قانون يا اما مفعله او غير مفعله، كون ان هي موجوده فانا كمواطن وهترشح رئاسه الجمهوريه المفروض احترمها. فالمبدا الاحترام، احترام لمواد القانون. كون ان انا بقى اخترقها يبقى انت من حقك كمواطن ان انت تتعامل عليها. بس كمان ما في مواد قانون يعني ما احنا بنطالب بيه بعد ثوره 25 يناير، بنطالب بتفعيل دوله القانون، بنطالب باحترام القانون، بنطالب ان احنا يبقى في عداله، لكن ما يبقاش في اختراق للقانون، والا ما يبقاش في ثوره. بس قانون حظر الدعايه الانتخابيه لغايه يوم قبل الانتخابات بثلاث اسابيع، ده امريكا بقى لهم سنه ونص بيجهزوا الانتخابات اللي في نوفمبر اللي جاي. بس في فتره محدده لفتره الدعايه. لا بقى لهم شغالين، هم بقى لهم اكتر من سنه. لا ما فيش في فتره صمت اللي قبل الانتخابات على طول عارفينها، ولا يمكن حاجه كده. احنا ما فيش حاجه اسمها فتره صمت، ما كانت انتخابات مجلس الشعب في فتره الصمت، ما فيش حاجه، كله بيخترق وكله. لان برضو ما كان في على الانتخابات البرلمانيه ما كان في حاجات كتيره برضو غلط، وكان في حاجات كتير طلعنا عليها. احنا مش في دوله دلوقتي حاليا، احنا بقى لنا سنه وشويه في عزبه في كل شيء. وطبعا المجلس العسكري هو القابض على امور البلاد، وطبعا طريقه ادارته زي ما بيدير هو الجيش يبدو ان عندهم وصايته، يعني استثناءات دي شيء عادي عندهم. فاحنا ان شاء الله نخلص مجلس عسكري وسلطته يرجع كوزاره الدفاع وجيش، مش عايزين اكتر من كده، وعايزين جيش قوي محترم. لكن النقطه بقى الخاصه كمان الخطيره مجلس الشعب، انه حصل حاجه غريبه جدا. محكمه القضاء الاداري تعرض في قانون الانتخابات وديتها لمين؟ محكمه الدستوريه العليا. محكمه الدستوريه العليا بتعمل ايه دلوقتي؟ تنظر فين بقى؟ حطها في الدرج. لا إيه؟ بس لازم هيتحكم فيه، بس على المدى الطويل. بالظبط حضرتك، في سوابق قبل كده بيقعد 10 سنين. يعني اقصد ايه؟ ان ده قاعد الدوره خلصت بقى، ان ده قاعد. بس احنا عايزين نبقى بسرعه، لو هم هيقولوا ما فيش يبقى احنا نروح ونرتاح بقى. يعني سياسيا تحت اي ظرف، ما طبعا نظريه المؤامره شغاله. لو الاخوان وحزب حزب النور يعني ما يعني حصل بينهم صدام مع المجلس العسكري، ممكن قوي تحل مجلس الشعب بكره الصبح. دي ورقه موجوده تحت الطلب يعني. رافع المسدس وما ضغطش على الزناد. بص يا حضرتك، احنا غصب عننا بنفكر بنظريه المؤامره. طبعا ممكن جدا عايشينها يتحل مجلس الشعب. لا مش ممكن ده بكره لو شافوا سلطان اجتمع باللجنه وقرروا ان القانون ده غير دستوري هيتحل مجلس الشعب في اي لحظه. طيب انا عايزه جمله ختاميه من استاذه سناء. بعد اللي حضرتك قلتيه ده كله، انا كمواطن عادي بتفرج على التلفزيون دلوقتي، المفروض اقوم اعمل ايه؟ يعني تقفليه اقفل التلفزيون صح؟ اوكي. ما هو اقفل التلفزيون واقفل وداني واخش انام لغايه ما الدنيا تتحل، لانه يعني لا انا عايزه اقول لك على حاجه. بصي خلينا نعترف ان احنا في السنه الاخرانيه بعد الثوره احنا طبيعي معترفين جميعا الموجودين حاليا حتى دلوقتي ان احنا مشينا في سكه غلط. خلاص بقى السكه الغلط اللي احنا مشينا فيها دي عليها نتائج غلط.
نتاج الغلط رضينا او لم نرضى فهي مفروضه علينا في الفتره الحاليه. نصلح بقى. عايزين بقى نصلح، نصلح ازاي؟ عايزين بقى يبقى في يقظه، يبقى في وعي، يبقى في عدم استسلام لسياسه الامر الواقع. عايزين ننقل لقدام، عايزين نبص لبلدنا عشان تتقدم، عايزين اي حاجه غلط صوتنا يبقى عالي فيها، نقف قدامها، مفيش حاجه نعديها. انا شايفه اني الكثير والكثير من الاشياء اي تيارات موجوده في المجتمع مش هتفرضها علينا. تمام. كمجتمع مصر. وانا ده دايما بقول ان بعد ثوره 25 يناير محدش عنده استعداد يستنى 30 سنه على حد تاني. لا، الشعب المصري دلوقتي جاهز ان هو ردود فعله بتكون سريعه. ليه؟ لان احنا لسه، احنا كنواب مجلس الشعب لسه ما حققناش مطالب الشعب. صحيح. فانا شايفه ان احنا عايزين نرتقي بتعاملاتنا، نرتقي بادائنا عشان بلدنا تتقدم. دكتور حازم، جمله ختاميه. معركه الرئاسه هي المعركه الاخيره والحاسمه بالنسبه للثوره. اتمنى يجي رئيس دوله محترم يقدر يتحكم في الصراعات السياسيه الموجوده وما يكونش قابل للانثناء ولا الخنوع، ويحجم المجلس العسكري اللي هو لن يترك السلطه بسهوله. احنا اكيد مش ساذجين الدرجه دي. يحجمه ويقف عند حده كوزاره دفاع وجيش، لان هو ده، انا شايف ان هو ده النظام السابق اللي متحكم في البلد لغايه دلوقتي. ربنا يوفق، بس يكون رئيس جمهوريه كويس يا رب. استاذ هناء السعيد، عضو مجلس الشعب، بشكر حضرتك شكرا جزيلا، وحقيقي سعيده ان انا مع حضرتك النهارده في اللقاء، يعني كعضو مجلس الشعب كده انا افتخر بيكي. دكتور حازم عبد العظيم، عضو الجمعيه الوطنيه للتغيير، فرصه سعيده يا فندم مره ثانيه، وسعيده بوجودك معنا النهارده. خلصت حلقتنا، واكيد هيجي مره كده وحلقه وقريب جدا، مش هنبقى بنقول امر الله نفذ ونقعد نصلح، اكيد هنبقى بنتكلم مع بعض عن انجازات حقيقيه قريب جدا بجد ان شاء الله. صباح الفل. خلصت الحلقه.